بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة في مساق مبادئ الشبكات 1، الفصل الأول وهو بعنوان مقدمة في الشبكات، المحاضرة الثانية. معكم المهندس سليمان صابر الفليت. تكملة للمحاضرة السابقة، نبدأها بعنوان: هنالك عدة أنواع للمزودات من حيث عملها بشكل عام بغض النظر عن نظام التشغيل المستخدم. 1، مزودات ملفات، الفايل سيرفر بنسميها. 2، مزودات الطابعة، برينت سيرفر. مزودات تطبيقات أو برامج، أبليكيشن سيرفرز. 4، مزودات اتصالات، كوميونيكيشن سيرفرز. 5، مزودات قواعد بيانات، داتابيز سيرفرز. في بيئة عمل مثل ويندوز أنتي سيرفر أو ويندوز 2000 سيرفر، نجد أن هذين النظامين يدعمان المزودات التالية: مزود بريد ميل سيرفر، والذي يدير المراسلة الإلكترونية بين مستخدمين الشبكة. مزود فاكس اللي هو فاكس سيرفر، والذي يقوم بإدراج حركة مرور رسائل الفاكس من وإلى الشبكة. 3، مزود اتصالات سيرفر كوميونيكيشن سيرفر، وأحد أنواعه هو مزود خدمة أو خدمات الدليل، والذي يسمح للمستخدمين المنظمين داخل مجموعة منطقية تسمى المجال وفقا للمصطلحات المستخدمة في بيئة ويندوز، بإيجاد المعلومات المطلوبة وتخزينها والمحافظة على أمنها على الشبكة. وهنالك نوع آخر من مزودات الاتصال، يقوم بالتحكم بتدقيق البيانات ورسائل البريد الإلكتروني بين الشبكة الذي ينتمي إليها المزود وغيرها من الشبكات أو مستخدمي التحكم عن بعد. النوع الرابع مزود إنترنت. النوع الخامس مزود ملفات وطباعة. النوع السادس مزود تطبيقات أو برامج، والذي يسمح للمستخدمين أو الزبائن بتشغيل البرامج الموجودة على المزود انطلاقا من أجهزتهم، ولكن دون الحاجة إلى تخزينها أو تحميلها على أجهزتكم على أجهزتهم تلك، ولكنهم يستطيعون تخزين فقط نتائج عملهم عن تلك البرامج. أنا بدي أتعرف على أنواع المزودات بشكل عام، بشكل مختصر، بشكل بسيط. عندي بدي أعرف إيش هن فقط لا غير. يعمل مزود الشبكة ونظام التشغيل كيف؟ وحدة واحدة. المزود ونظام التشغيل بيشتغلوا كوحدة واحدة. فمهما كان المزود قويا ومتطورا، فإنه إن لم يتوفر نظام تشغيل قادر على الاستفادة من قدرات هذا المزود، فإنه سيكون عديم الفائدة. فش نظام تشغيل، فش مزود، فش مزود، فش نظام تشغيل. حتى وقت ليس بالبعيد كان برنامج نظام تشغيل الشبكات يضاف إلى نظام تشغيل الجهاز المثبت مسبقا عليه، ومثال عليه البرنامج مايكروسوفت لان مانجر. طب هذا البرنامج ايش بيسوي؟ هو الذي كان يسمح للأجهزة الشخصية بالعمل في شبكة محلية، وكان موجها لأنظمة تشغيل مايكروسوفت دوس او اس 2 يونكس. هاي أنظمة تشغيل عندي يونكس أو أو أس 2
أو مايكروسوفت دوس، حيث كان يضيف لها قدرات الانضمام إلى الشبكة. الشبكة المختلطة تقدم المميزات التالية، أو ما هي مميزات الشبكة المختلطة؟ 1، تحكم وإدارة مركزية للبيانات. 2، موقع مركزي لموارد الشبكة. 3، الوصول إلى الملفات والطابعات مع المحافظة على أداء الأمثل لأجهزة المستخدمين وأمنها. 4، توزيع نشاطات المعالجة Processing Activity على أجهزة الشبكة. وفي هذه الحالة ستكون الشبكة قائمة على مزود، ولكنها تستطيع القيام بمهام شبكات الند للند عند الضرورة. ويستخدم هذا النوع من الشبكات في الحالات التالية، قلنا شبكات الند للند عدد المستخدمين 10 أو أقل، يعمل المستخدمون على مشروع مشترك ومتصل، هنالك حاجة ماسة للحفاظ على أمن الشبكة. ولكن هذا النوع من الشبكات يتطلب الكثير من التخطيط لضمان عدم اختلاط المهام والإخلال بأمن الشبكة. تعتبر احتياجات شبكات الزبون المزود أكبر من شبكات النت للنت، وبالتالي فتكلفتها مالها أكبر بكثير. فالمزود والذي يكون مسؤولا عن إدارة كل موارد الشبكة يجب أن يحتوي على معالج قوي أو أكثر من معالج واحد، كما أنه يجب أن يحتوي عن كمية ضخمة من الذاكرة وقرص صلب ضخم أو عدة أقراص ليقوم بواجبه على أكمل وجه. فرق بين معالج لشبكات الزبون والمزود، لازم يكون أنا عندي معالج عالي، لازم يكون عندي أكثر من معالج، لازم يكون عندي ذاكرة كبيرة، قرص صلب ضخم أو عدة أقراص عشان أنا أقدر أشتغل بالواجب أكثر على وجه أكمل إن شاء الله. نجي لجزئية أخرى اللي هي Network Adapter Cards، اللي هي بطاقات الشبكة. Network Interface Card، بطاقة الشبكة، رابط تبع الشبكة. طب إيش بتسوي هي هذه الشبكة Network Interface؟ هي Physical Interface for the PC to the cable، هي الطبقة الفيزيائية التي تربط الكمبيوتر مع مين؟ مع الكابل. طيب عندنا أنواع مختلفة on adapter، أنا قديش بقدر إيش بضيف إيش أنواعها. can be added on adapter PCM CIA card bus ISA PCI. ايش بتشتغل؟ ايش بتسوي؟ ايش انواع الادابتر اللي ضفناها؟ هي هن ثلاثة. هذا بيعنينيش انا كثير الان، بيعنيني انا افهم انه بطاقة الشبكة ايش وظيفتها؟ انه هي تغير حلقة الوصل او الرابط بين الجهاز والكيبل. تمام. بيل اوفن بيلت انتو مادر بورد، يعني غالبا بتكون موجودة في المادر بورد. هاز ايونيك فيزيكال ادريس، تحتوي على عنوان فيزيائي واحد. لكي يتمكن جهاز الكمبيوتر من الاتصال بالشبكة لابد من بطاقة الشبكة، والتي يطلق عليها الأسماء التالية. يعني إيش بطاقة الشبكة يطلق عليها أسماء؟ لها أسماء الأخرى لان كارد، انترفيرس كارد لان، ادابتور لان، نتورك انترفيس كارد ان اي اس ان اي سي. الاختصار هذا مهم، الان اي سي اللي هو نتورك انترفيس كارد او انترفيس كارد لام او ادابتر لام او لام كارد. هذه الاربع مسميات هي بطاقة الشبكة. طب ايش وظيفتها؟ ايش اهميتها؟ ايش هي بطاقة الشبكة؟ تعتبر بطاقة الشبكة هي 1،
الواجهة التي تصل بين جهاز الكمبيوتر وسلك الشبكة. 2، بدونها لا تستطيع الكمبيوترات الاتصال فيما بينها من خلال الشبكة. 3، تركب بطاقة الشبكة وين؟ في شق توسع فارغ في جهاز الكمبيوتر. يتم وصل سلك الشبكة إلى البطاقة، يصبح الكمبيوتر متصل فعليا بالشبكة من الناحية المادية، ويبقى الإعداد البرمجي للشبكة. طيب إيش دور بطاقة الشبكة؟ يتلخص دور بطاقة الشبكة بالأمور التالية: 1، تحضير البيانات لبثها على الشبكة. 2، إرسال البيانات على الشبكة. 3، التحكم بتدفق البيانات بين الكمبيوتر ووسط الإرسال. 4، ترجمة الإشارات الكهربائية من سلك الشبكة إلى بيانات، إلى بايتات عفوا، إلى بايتات يفهمها معالج الكمبيوتر. وعندما تريد إرسال بيانات فإنها تترجم إشارة الكمبيوتر الرقمية إلى لفظات كهربائية يستطيع سلك الشبكة حملها. يعني إنه أنا لو بدي أرسل بيانات كهربائية، سلك الشبكة إيش بدها تسوي؟ الإشارات الكهربائية هاي بدها ترسلها المعلومات، بدها تتحول لبتات، لأرقام، لبتات يعني 0 و 1. طب ولما بدي أرسل بيانات فإنها تترجم إشارة الكمبيوتر لل 0 وال 1، بدها تحولها لإيش؟ لإشارة كهربائية. كل بطاقة شبكة تملك عنوان شبكة واحد، ماك أدريس، وهذا العنوان بيحدده لجنة اي ترابل اي. هذه اللجنة هي لجنة ملتقى مهندسين الكهرباء والإلكترونيات العالمي، وهي التي تخصص مجموعة من العناوين لكل مصنع من مصنعي بطاقة الشبكة. طب العنوان هذا من كم بت مكون يكون؟ من 48 بت. معلومة هيك على الجانب، الباي يساوي 8 بت، الباي يساوي 8 بت. طيب احنا بدنا نقول العنوان هذا المكون 48 قسم 8 ايش بيعطيني؟ 6 بايت لو بدي اياه بالباي. تمام، قلنا البايت ايش بدي يساوي؟ 8 بت. طيب لو العنوان تبع الماك ادريس من كم بايت بيساوي؟ 6 بايت، يعني 48 بت، ويكون مخزن داخل وين؟ ذاكرة القراءة فقط، روم. ليش؟ ليش؟ لأن لو خزناه في الرام هي عبارة عن ذاكرة وصول عشوائي، يعني حتفقد البيانات، حتفقد الإعدادات، حتفقد مين؟ العنوان المكمل. في كل بطاقة شبكة يتم إنتاجها ويحتوي أول 24 بت على إيش؟ على تعريف المصنع، بينما يحتوي ال 24 بت على الرقم المتسلسل للبطاقة. لو قلنا 48 بت هتنقسم، ال 48 بت تنقسم إلى قسمين 24 و 24. أول 24 لمين؟ للمصنع. أول 24 لمين؟ تعريف للمصنع. 24 الأخرى لمين؟ للرقم المتسلسل للبطاقة. تقوم البطاقة بنشر عنوانها وين؟ على الشبكة، مما يسمح للأجهزة بالتخاطب فيما بينها وتوجيه البيانات إلى وجهتها الصحيحة. برضو تحتوي بطاقة الشبكة على إيش؟ على كل من أجزاء برمجية ومادية، هاردوير وسوفتوير. طيب الجزء البرمجي يكون مخزن وين؟ داخل ذاكرة الروم أيضا، عشان الرام تفقد البيانات، الروم تفقد البيانات، ويكون مسؤول عن توجيه وتنفيذ المهام الموكلة بالبطاقة. تنتقل البيانات في الكمبيوتر في ممرات كهربائية تسمى النواقل، اللي هي البسس. البسس كيف أنا بنقل البيانات في الكمبيوتر داخل الكمبيوتر؟ عن طريق ممرات اللي هي إيش؟ كهربائية، النواقل. النواقل هي عبارة عن ممرات كهربائية لنقل البيانات وين؟ داخل الكمبيوتر. وين؟ داخل الكمبيوتر. كل ناقل يتكون من عدة ممرات. طيب الممرات هل هي موضوعة جنبا لجنب أم مختلفة؟ لا، هي ممرات موضوعة جنبا لجنب،
وباستخدام هذه الممرات من الممكن نقل كمية كبيرة من البيانات على ناقل واحد. في نفس الوقت، في أجهزة الكمبيوتر القديمة كانت نواقل البيانات قادرة على نقل 8 بت من البيانات في الوقت الواحد، ثم تطورت ل 16، ثم تطورت إلى 32، وأخيرا وصلت ل 64، أي أنها تستطيع نقل 64 بت في المرة الواحدة. لأن الناقل قادر على نقل أجزاء عديدة من البيانات في نفس الوقت، نقول أن البيانات تنتقل بشكل متوازي، وكلما كان الناقل أوسع كلما كان معدل نقل البيانات أسرع. يستطيع سلك الشبكة حمل بت واحد من البيانات في المرة الواحدة، وهذا يطلق عليه البت المتسلسل Serial Transmission. Serial Transmission، البت المتسلسل، سلك الشبكة حمل بت واحد من البيانات في المرة الواحدة، كما أن البيانات تنتقل في اتجاه واحد على السلك. في عندي أنا سؤال هنا، النقل المتوازي والنقل المتسلسل، أو البت المتسلسل والنقل المتوازي. النقل المتوازي إنه أنا بأشيل عبر الناقل أكثر من بت في المرة الواحدة، مثلا 64، 32، 16، 8 بت، هذا بسميه نقل بيانات متوازي بارلل باس. طب البت المتسلسل اللي هو أنا بأنقل بيانات تنتقل في اتجاه واحد عبر السلك، ويستطيع سلك الشبكة حمل بت واحد من البيانات في المرة الواحدة. طب ماذا نختصر بطاقة الشبكة؟ هي المسؤولة عن تحويل البيانات من الجريان بشكل متوازي على نقل البيانات إلى الجريان بشكل متسلسل على سلك الشبكة. بطاقة الشبكة كمان مرة وظيفتها هي المسؤولة عن تحويل البيانات من الجريان بشكل متوازي على ناقل البيانات البص إلى الجريان بشكل متسلسل على سلك الشبكة. والذي يقوم بهذه المهمة في بطاقة الشبكة هو الترانسيفر. إيش الترانسيفر؟ اللي هو مستقبل ومرسل في نفس الوقت. برضو كيف بتقوم عملية بطاقة الشبكة بتنظيم عملية بث البيانات عبر الشبكة؟ في عندي خطوات مهمة عشان بطاقة الشبكة تقوم بتنظيم عملية بث البيانات على الشبكة. واحد، نقل البيانات من الكمبيوتر إلى البطاقة. اثنين، تخزين البيانات مؤقتا على البطاقة تمهيدا لبثها إلى السلك. ثلاثة، إجراء تفاهم على شروط نقل البيانات بين البطاقة المرسلة والبطاقة المستقبلة. أربعة، التحكم بتدفق البيانات على الشبكة. بدنا نجي نشرح هذه الأربع خطوات. أولا، تقوم بطاقة الشبكة بإرسال إشارة إلى الكمبيوتر طالبة منه بيانات معينة، ثم يقوم نقل البيانات في الكمبيوتر بنقل البيانات المطلوبة من ذاكرة الكمبيوتر إلى البطاقة. غالبا ما تكون غالبا ما تكون سرعة نقل البيانات من الناقل إلى البطاقة أكبر من سرعة نقل البيانات من البطاقة إلى السلك. ليش؟ لأنها بترسل بارل، هنا بتحول إيش؟ سيريال. بارل أكبر من 64 بت مرة واحدة، هناك إيش؟ بت. لهذا فإن جزء من هذه البيانات يجب تخزينها مؤقتا على ذاكرة مين؟ رام. الرام هي عبارة عن ذاكرة عشوائية تخزن البيانات عليها آنيا على البطاقة إلى أن تتمكن البطاقة من بثها إلى السلك. هذه التقنية تسمى البفرينج. عملية إيش؟ البفرينج. إيش هي البفرينج؟ كمان مرة، إيش هو البفرينج؟ ايش هي البفرينج؟ البفرينج هي عملية تحويل البيانات، تمام،
أو نقل البيانات، عفوا البفرين، نقل البيانات بشكل متوازي، تمام، نقل البيانات بشكل متوازي وتخزينها على الرام، ثم نقل البيانات من البطاقة إلى السلك، تمام، وتخزين البيانات هذه وين؟ على الرام. بفرين، نقل البيانات من الناقل إلى البطاقة، ثم نقل البيانات من البطاقة إلى السلك، وتخزين هذه البيانات وين؟ في الرام اللي هو تعريف البفرين. هنالك أمر آخر يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند تبادل البيانات، ألا وهو التوافق بين بطاقات الشبكة المتصلة معا، بين بطاقات الشبكة المتصلة معا. فإذا كانت إحدى البطاقات قديمة والبطاقة الأخرى جديدة وأسرع من القديمة، فإنها لكي تتمكنا من الاتصال معا علي الاتفاق على سرعة واحدة، وهي سرعة البطاقة الأبطأ، لذلك يجب أن يكون البطاقتين أسرع. ولكي يتم التوافق بين بطاقات الشبكة المتصلة معا، فإن كل بطاقة تطلق إشارة إلى باقي البطاقات معلنة عن بارامتراتها لكي يتم تعديلها بما يتوافق مع غيرها من البطاقات. القضايا التي يجب أن نتفق عليها البطاقات لكي يتم الاتصال بينها: واحد، الحجم الأقصى. في عندي شوية أمور لازم يتفق عليها البطاقات لكي يتم الاتصال بيناتهم. واحد، الحجم الأقصى لمجموعات البيانات التي سيتم إرسالها. اثنين، مقدار البيانات التي سيتم إرسالها قبل الحصول على تأكيد وصولها. ثلاثة، فترة الزمن التي تفصل بين إرسال حزم البيانات. أربعة، فترة الزمن التي يجب انتظارها قبل الحصول على تأكيد وصول البيانات. خمسة، مقدار البيانات التي تستطيع كل بطاقة استقباله قبل أن تفيض. ستة، سرعة نقل البيانات. بمجرد الاتفاق على القضايا السابقة تبدأ عملية التبادل بين البيانات. إيش هي المهام التي تقوم بها بطاقة الشبكة من مهام التحكم؟ واحد، مراقبة وسط الاتصال. اثنين، طلب حزم البيانات. ثلاثة، اكتشاف الأخطاء وحلها. نجي نتكلم عن وسائط الاتصال بين عناصر الشبكة. إيش هو تعريف وسائط الاتصال عبر بيانات الشبكة أو عناصر الشبكة؟ واحد، ويقصد بها نوع الوسط الذي سيمر به البيانات للانتقال من نقطة إلى أخرى في الشبكة، وهذا الوسط قد يكون سلكيا أو لا سلكيا. عموما فإن كل وسط من هذه الوسائط يستطيع تحمل كثافة معينة لنقل البيانات، وكذلك يستطيع المحافظة على البيانات لمسافات معينة، كما أنه قد يكون عرضة للتداخل من الموجات الكهرومغناطيسية. نقول وسائط الاتصال هي يا بدها تكون سلكية يا بدها تكون غير لاسلكية. طيب، وسائط الاتصال السلكية في كذا نوع عندي. واحد، الكوابل، كيبلز. تندرج الكوابل أو الكوابل تحت 3 فئات رئيسية: واحد، اللي هي الضوئية، كوأكسل أو توستد بير. توستد بير اللي هي الألياف النحاسية، الكوأكسل اللي هي تحت الستلايت والتلفزيون، فايبر أوبتيك، عارفينها الألياف الضوئية. اثنين، توستد بير المجدولة أو الكوأكسل. طيب، التوستد بير والكوأكسل ينقلان الإشارة بالشكل الكهربائي. طيب، الفايبر أوبتيك من الكابلات عالية السرعة ويستخدم الضوء كوسيلة لنقل البيانات. يعني بدنا نقول كوأكسل وتوست بير بيستخدموا مين؟ إشارة كهربائية عشان ينقلوا البيانات، لكن في الفايبر أوبتيك بدها تكون إيش؟ أو الألياف الضوئية تستخدم إشارة مالها؟ ضوئية، كواسط لنقل البيانات. عندي نتورك كيبلز، كوابل الشبكات: واحد كوأكسل،
في نوعين، 10 انتيك ايترنت 10 بيس 2 او 10 بيس 5. يو تي بي واحد بده يكون كو اكسل، 2 يو تي بي، 3 اس تي بي، 4 فايبر اوبتيك. اليو تي بي هذول نحاس، الكو اكسل نحاس، هذول للانترنت اللي عندنا اليوم، هذول نحاس خطوط نحاسية، الكو اكس بتاع التلفزيون، 3 الفايبر اوبتيك الالياف الضوئية. طيب بدنا نقول النوع الاول، الاسلاك المزدوجة المشدودة تويستد بير كيبل، مثل سلك مين سلك الهاتف من الداخل، تتألف من توصيلات ثنائية. هي وضع عندي، تتألف من توصيلات ثنائية مجدولة من الأسلاك النحاسية الرفيعة، وتوجد ليش؟ الأسلاك للحماية من التداخل وتشويه الإشارة. إيش السبب اللي بيخلي الأسلاك هذه مجدولة؟ إيش واحد؟ الحماية من التداخل وتشويه الإشارة. ويأتي هذا النوع من الكيبل قسمين، واحد يو تي بي والثاني إيش؟ أس تي بي. اليو تي بي مشهور ليش؟ لأنه رخص ثمنه ومرورته ومرونته، تمام. النوع الثاني محمي بطبقة عازلة يحميه من المؤثرات الخارجية وهو غالي السعر. هاي عندي أنا التويستد بير يو تي بي والأس تي بي، وهذا غالبا يو تي بي. اليو تي بي إيش ماله؟ مشهور لرخص ثمنه. النوع الثاني غالي السعر لأنه في عليه طبقة خارجية. زي ما قلنا توستد بير الموصلات الخارجية، الموصلات اللي بتوصل الكابل ايش بسميها ار جي 5، الار جي 5 الار جي هاي اللي انا بضعها في الجهاز تبعي عشان اوصل لكارت الانترنت او خط التلفون، ار جي 45. يستخدم هذا النوع برضو، يستخدم هذا النوع من الاسلاك في شبكات الانترنت من نوع ستار التي لا تزيد مسافة توصيلها عن 100 متر. تنقسم الأسلاك المزدوجة المجدولة نوعين، قلنا واحد الأسلاك المجدولة المغطاة STB Shield Twisted Bear وهي غالية الثمن، اثنين الأسلاك المجدولة الغير مغطاة Unshield Twisted Bear واختصارها UTB ورخيصة الثمن. يوجد أنواع كثيرة من الأسلاك المجدولة، منها على سبيل المثال الكات 5 أنا بستخدمها إيش لنقل سرعتها لنقل الصوت، الكات 2 لحد السرعة تاعتها 4 ميجا بت بير سكن، يعني 4 ميجا بت بير سكن في الدقيقة، بتنقل لحد 4 ميجا بير 4 ميجا بت في الدقيقة. الكات 3 لحد 16 ميجا بت بير سكن، الكات 4 لحد 16 ميجا بت بير سكن، يعني عفوا مش بالدقيقة، 16 ميجا في الثانية. طيب الأكثر شيوعا والأكثر استخداما اللي هو كات 5، 100 ميجا بت بير سكن، يعني لحد 100 ميجا بت في الثانية. الكات 6 أكبر، كله طبعا أكبر من 155 ميجا بت بير سكن. كات 7 1000 ميجا بت، 1000 ميجا بت بير سكند. طب النوع الثاني الكوأكسل كيبل، تشبه هذه الكابلات كيبل التلفزيون الشهير وتأتي بأشكال مختلفة، والأكثر شهرة هي المستخدمة مع شبكات إنترنت التخينة وإنترنت الرفيعة، تن كوأكسل إنترنت الرفيعة، تن كوأكسل يمكن أن تحمل الإشارة إلى 185 متر ثم تبدأ الإشارة بالإضمحلال. إنترنت التخينة اللي هي تيك كو أكسل مزود بحماية أكبر ومرونة أقل، تحمل الإشارة إلى 500 متر وتستخدم كالعمود الفقري لوصل شبكات فرعية بين بعضها البعض. بدنا نقول هذا هو الكابلات، هاي الكيبل تبع الكو أكسل، تمام. الموصلات تاعتها الخاصة بها هي عارفينها، انه احنا زي اللي احنا شفناها تحت التلفزيون وسط التلفزيون، زي ما قلنا الموصلات الخاصة بتوستد بير اللي هي النحاسية الأرجية،
هنا هاي الموصلات الخاصة بالتلفزيون. النوع الثالث الفايبر أوبتيك، الألياف الضوئية، وهي أفضل الأنواع وأغلاها وأجودها. هذه الكابلات لها ميزة ممتازة جدا، وهي طريقة نقل البيانات بواسطة الضوء وليس الكهرباء، وهو مكلف وعديم الفائدة في الشبكة الصغيرة، وله ميزات منها: واحد، له عرض مجال كبير، السرعة إذ يمكن أن يحمل الإشارة بسرعة 1 جيجا في الثانية و2 جيجا في المسافات الأقصر، سلامة الإشارة ضد التداخل الكهربائي، الأمان عالي جدا 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 جدا، تستخدم مع شبكات الهايبر المختلطة، مساحة التوصيل تعتمد على كرت الشبكة والعوامل المحيطة، لابد من توفير البطاقات السلكية في جهاز الكمبيوتر. بدنا نجي نتكلم في سكال كلاسيفيكيشن اوف نتورك، ايش تصنيفات الشبكات تعني. واحد، لان تعني لوكال اريا نتورك، ويقصد بها انها عبارة عن مجموعة من الحاسبات والاجهزة الملحقة المتصلة ببعضها البعض من خلال وسائط مناسبة. على أن تكون هذه الحاسبات والأجهزة غير بعيدة عن بعضها البعض، ويمكن القول بأن الشبكات المحلية عادة ما تكون في مبنى واحد أو عدة مباني متجاورة أو في معسكر محدد المساحة، بحيث يمكن استعمال الكابلات في التوصيل بين الأجهزة وبعضها البعض. إلا مجموعة من الأجهزة بتكون غالبا في مبنى واحد، في منطقة واحدة، في أماكن متجاورة. ثانيا، الشبكات المتوسطة، مترو بوتيشنال اريا نتورك الاختصار تبعها، وهي عادة ما تكون أكبر حجما من الشبكات المحلية، وتكون على مستوى المدينة. شبكات المان الإقليمية صممت لنقل البيانات عبر مناطق جغرافية شاسعة، ولكنها ما تزال تحت مسمى المحلية، وهي تصلح لربط مدينة أو مدينتين متجاورتين. ويستخدم في ربط هذا النوع من الشبكات الألياف الضوئية أو الوسائل الرقمية. فهذه التقنية تقدم سرعات فائقة، وشبكات المان يمكن أن تحتوي على عدد من شبكات اللانز. يعني المان الشبكات المتوصلة تحتوي على عدة شبكات محلية، وتتميز بالسرعة والفاعلية، ومن عيوبها مكلفة وصيانتها صعبة. مزاياها كويسة، لكن عيوبها أنها صعبة ومكلفة في الصيانة. ثالثا، الشبكات الواسعة، وان وايد اريا نتورك، يمكن إطلاق هذا الاسم على أي شبكة أكبر من الشبكات المتوسطة. ويلاحظ أنه كلما زادت المسافة بين عناصر الشبكة، كلما قلت السرعة التي يمكن بها نقل البيانات. شبكات المناطق الواسعة وانز، فهي تغطي مساحات كبيرة جدا، مثل ربط الدول مع بعضها البعض. ومن مميزات هذا النوع أنها تربط الآلاف الأجهزة، وتنقل كميات كبيرة من البيانات لا تنقل إلا بها. ومن عيوبها تحتاج إلى برامج وأجهزة غالية جدا، وصعوبة تشغيلها وصيانتها. رابعا، شبكات الإنترنت. الإنترنت شبكة الشبكات، شبكة للشبكات. صممت هذه الشبكة أساسا لأغراض عسكرية بحتة أيام الحرب الباردة، وظهرت ذلك الوقت شبكة الإيربانت، ونمت هذه الشبكة وأصبحت نظام متكامل. وبعد ذلك في عام 1990 تخلت الحكومة الأمريكية عن الشبكة، وأعطي حق الإدارة إلى مؤسسة العلوم الوطنية NSF. في عام 1991 تخلت المؤسسة عن الشبكة لصالح الشركات التجارية، وبذلك
فتح الباب أمام أضخم عمل وبناء صممه الإنسان، حيث توسعت وانتشرت وضمت في داخلها كل أنواع الشبكات لان مان وان، وهي سائرة ولا يمكن أن يتنبأ كيف ستكون. ملخص أنواع الشبكات: لان وان مان إنترنت. الإنترنت بيحتوي كل اللي قبله. لان محلية في منطقة أو معسكر أو مدينة صغيرة. المام بين مدينتين. الواسعة بين دول. الإنترنت يحتوي كل الشبكات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية، نشوفكم إن شاء الله في المحاضرات التالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.